سليمان مسؤولة عن الصحة والنظافة بمديرية الاستغلال بميناء الدار البيضاء. في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل، تنظم مرسى ماروك بميناء الدار البيضاء النسخة الرابعة لأسبوع التحسيس بالصحة والسلامة. هذه البادرة تعد فرصة ذات أهمية أولاً لتطوير ثقافة الصحة والسلامة في العمل ودعوة الجميع للانخراط المستمر في هذا المسلسل، لأن الصحة والسلامة هي مسؤولية الجميع. ثانيا التأكيد على أن تطوير أداء المؤسسة يمر بتوفير الصحة والسلامة للجميع. لهذا نناشد الكل الخيرات الفعلي في إنجاح هذا الأسبوع، وذلك بالمشاركة في الحلقات التحسيسية والدورات التكوينية التي يتم تأطيرها من طرف أطر المؤسسة وبعض الخبراء، إضافة إلى زيارة الأماكن المخصصة لعرض تجهيزات الصحة والسلامة للاطلاع على آخر المستجدات. أود الإشارة في الأخير بأنه نظراً للظروف التي نعيشها بسبب جائحة كورونا، فإن الإدارة اتخذت جميع التدابير الوقائية لكي تمر هذه التظاهرة في أحسن الظروف. Entreprise, cette semaine organise la semaine de la sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail. Pendant cette semaine, les collaborateurs participent à des ateliers de formation et de sensibilisation sur les dangers, les risques, comment faire face à ces risques-là. Cette opportunité pour nous, elle est importante pour rappeler aux gens de faire attention lors des opérations. Depuis 4 années, donc cette édition, la 4e, il se caractérise par le zoom sur tout ce qui est prévention. Donc la prévention, c'est un des piliers de la préservation de la santé et de la sécurité des personnes. Pendant cette organisation, l'entreprise a assuré tous les moyens sanitaires pour faire face aux conditions actuelles difficiles de coronavirus. Donc on invite tous nos collaborateurs à participer positivement pour faire réussir cette organisation. في إطار أسبوع تحسيسي قمنا بجميع التدابير اللازمة حتى يكون التباعد بين جميع المتدخلين وارتداد الكمامة ضروري. لهذا أغتنم الفرصة لأشكر إدارة مرسى ماروك التي لم تبخل بأي مجهود ولم تبخل بأي موارد مالية أو بشرية في سبيل تركيز ثقافة الصحة والسلامة داخل مؤسستنا مرسى ماروك داخل ميناء الدار البيضاء. الصحة والسلامة المهنية الذي دأبت مؤسستنا على تنظيمه سنويا، ونحن الآن في نسخته الرابعة، يعد ركيزة أساسية ومحطة مهمة لتطوير ثقافة الصحة والسلامة في العمل. ولقد تم خلال هذا الأسبوع توفير دورات تكوينية وتحسيسية للصحة والسلامة المهنية. نبغي نذكر أنه جميع التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا تم اتخاذها بنجاح مع احترام جميع التدابير الوقائية ضد كورونا.